بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وهذا ايش قاعد يخدم بنو صيو؟ هو باش تولي انت متعرض لضعف الشيطان، تولي اكسبوزي او اوزيسي مالسان دو توت ان انسومبل دو شياطين، سادير دي فاكتور دو مال، دي فاكتور دو ديستركسيون. يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي أقول لكم تذكروا اللي أنتكم مع كما تكون مهدي من طرف الشياطين الإنس والجن، وقت اللي ترجع لحبك للبقاء، ترجع لكرهك لمن يريد بك شرا، ما قلت لي في حالة تطلب من الله الحماية والرعاية الربانية، اللي حتى شيء مكروه يجب أن يأتي وقت اللي أنت طلبت واستأذن بصدق فاستجاب لك الرب. نعود إن شاء الله.